السلام عليكم. رد ناري من الخارجية المصرية على تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة منذ قليل، وعاجل الجيش المصري والأمريكي يتحركون في البحر الأحمر، وعاجل جدا الجيش المصري يجهز المواطنين لمواجهة كارثة ومفاجأة كبرى. الجنرال المصري الصامت يتحدث عن سد النهضة، وعاجل السودان تعلن نبأ خطير بشأن سد النهضة. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، شرفنا بالاشتراك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان إن شاء الله توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر معانا، ورد ناري من الخارجية المصرية على تصريحات إثيوبية الحديثة اليوم عن سد النهضة. علقت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عقد في أديس أبابا بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن هذه التصريحات، والتي أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم على استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسم على أساس قواعد القانون الدولي، وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة. مضيفا أن مصر والسودان قد أكدت على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية. المصدر معنا كان من RT. هذا هو كان رد الخارجية المصرية على تصريحات الإثيوبية. نهر النيل نهر عابر للدول، نهر مشترك، مفيش دولة وحيدة بتتحكم فيه، ولن يسمح لأن تكون دولة واحدة لها سيادة كاملة على نهر النيل. تعالوا نشوف خبر تاني وعاجل. الجيش المصري والأمريكي يتحركون في البحر الأحمر. أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا لمواجهة التحديات المشتركة في البحر الأحمر. وفقا لبيان الجيش المصري، شاركت في التدريبات الفرقات المصرية شرم الشيخ مع السفينة البرمائية الأمريكية LBD-25 في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف سطحي وجوي وتحت السطح وإلكتروني، بالإضافة إلى تمارين المواصلات والتدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر. وتأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية. المصدر معنا كان من RT. منتظر رأي حضراتكم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل.
تعالوا نشوف مع بعض خبر آخر معانا في منتهى الأهمية. وعاجل جدا، الجيش المصري يجهز المواطنين لمواجهة الكوارث. أعلنت القوات المسلحة المصرية دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات. ونظم قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، وبدء التدريب بعرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة. كما تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة المواقف الطارئة، الأزمات والكوارث بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة دمياط، وكذا المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كيلومتر للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميداني. المصدر معنا كان من RT، منتظر رأي حضراتكم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني ومفاجأة كبرى. الجنرال المصري الصامت يتحدث عن سد النهضة. وجه رئيس لجنة المفاوضات المصرية الإسرائيلية في طابة اللواء محسن حمدي، والذي لقب بالجنرال الصامت، رسالة للحكومة المصرية حول سد النهضة بعد 32 عاما من تحرير طابة. وقال الجنرال الصامت في تصريحات لموقع الأهرام الحكومي: إنه لا يجب أن ننجرف لجدال جانبي يبعدنا عن المفاوضات الرئيسية. وتابع: القانون الدولي والمراجع التاريخية الثابتة تسجيلها في الأمم المتحدة تثبت الحقوق المؤيدة بخرائط ووثائق وصور والتمسك بالمبادئ أمام أي دولة تحاول التلاعب. وأكد: تأخرنا جدا في إثبات الحق المصري ووجهة النظر الفنية، ولا بد من استمرار الضغط بحقوقنا ومراعاة التوقيت. وتابع: عموما مصر أعلنت دعمها لحق إثيوبيا في التنمية مع الحفاظ على الحقوق المائية لدول المصب مصر والسودان لأنها مسألة حياة. المصدر كان معنا من الأهرام، منتظر رأي حضراتكم بخصوص هذا الأمر الهام. تعالوا نشوف مع بعض خبر آخر وعاجل. السودان تعلن عن نبأ خطير بشأن سد النهضة. كشفت السودان عن تطورات جديدة في ملف مفاوضات سد النهضة، وأعلن رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في السد النهضة المهندس مصطفى حسين تسلم السودان ردود إيجابية جدا من كل الأطراف التي تمت دعوتها للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات. ونقلا عن وكالة الأنباء السودانية سونا صباح الخميس، أضاف أن كل الأطراف قد رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية التي تدعمها مصر بقوة. وأعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض التي تدعمها مصر بقوة. وأعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه، وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات النظر للدول الثلاث. وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية وصولا لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة. تعالوا نشوف خبر تاني معانا. وفنان مصري مشهور يرد على شائعات دخوله مصحة نفسية بعد تهديده بالانتحار. رد الفنان المصري المعروف شريف الدسوقي على ما تردد مؤخرا حول تحويله إلى مصحة نفسية بسبب تعرضه إلى بعض المشكلات وتهديده بالانتحار. وتابع الدسوقي في تصريحات لموقع صدى البلد أنه في طريقه إلى النيابة العامة لتحرير محضر ضد مروجي شائعات.
مؤكدا أنه يستعد حاليا لتصوير 3 أعمال درامية تعرض خلال شهر رمضان القادم. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.